برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل كأنك حاضر ليامات باش تعيش حالة عاطفية بعيد على أي تعكير للمزاج. هذا ينجم يفرح برشا شخص عزيز عليك وقريب منك يا حمل. الثور حلو ذنيك مليح للنصائح وآراء الأخرين بليونة وهدوء وتفكير موضوعي وعقلاني خاصة. وحاول تغربل النصائح اللي تعجبك وتكون عندها امباكت بوزيتيف على حياتك يا ثور. الجوزاء سيطر على أفكارك وعصابك ومشاعرك السلبية وما تسمحش للظروف باش تأثر عليك. رد بالك من الكلام الجارح، انت تعرف الكلمة كي تخرج ما عادش تنجم ترجع يا جوزاء. السرطان حاول انه تكون بونكتويل اكثر وتلتزم بمواعيدك. رد بالك من اي اهمال ولا تقصير في الخدمة ولا في الكوتيل العائلي يا سرطان. الاسد ما تستسلمش وكرر المحاولات، وخاصة ابعد عن المحبطين والسلبيين. واصل طريقك باش توصل لاهدافك مهما صعبت ولا بعدت يا سيد. العذراء تنجم تحس بالتفائل اللي يوصلك لبرشا حلول والقرار الجذرية والحاسمة. خليك تغزر ديما المخير وتنتظر الأحسن يا عذراء. الميزان امشغش بالأيامات من المهام اللي عندك اللي تشغلك واللي تصاحبها برشا من الاتصالات الهاتفية. وين لهنا لازمك تحاول زيادة باش ترفه على روحك وترتاح. انت تعرف اللي الراحة النفسية ما كيفها حتى شي يا ميزان. العقرب حاول انه تستغل طاقتك وقدراتك الشخصية اليوم باش توضع حد للأمور العالقة واللي ماهيش واضحة وضبابية، خاصة الأمور المادية حتى لو كان الظروف ما كانتش بجنبك يا عقرب. القوس قاعد تعيش في وضع عاطفي حالي ينجم يكون روتيني، ولكن هذه حاجة إيجابية خاصة لك انت اللي ما عرفتش الاستقرار عندك مديدة يا قوس. الجدي ابعد على السلبية وأي شعور بالفراغ العاطفي، اخدم باش تجلب الخير ليك وللناس اللي انتوغي بيك. وانت تعرف اللي محبة الناس ما تتشريش بالفلوس يا جدي. الدلو انهي اللي عاونك باش تكون متعاون ومندمج مع الاخرين. وين تحس روحك عندك الرغبة باش تعدي الوقت مع معارفك المقربين وين تشعر بالراحة معهم أكثر يا دلو. الحوت ما تخافش باش تدخل في أي منافسة ولا مواجهة بشرط التحلي بالحكمة والعقل. بالرغم من القلق والتوتر اللي تشعر به، إلا أنك لازم زادة تكون متفائل على قد ما تنجم يا حوت. هيدا برجكم بالصحة لليوم. نور تقولكم إن شاء الله صباحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.